اعزائي مشاهدي الكره بلس في كل مكان بعد نهايه مباراه اليوم بين الاهلي والاسماعيلي في الدوري المصري الممتاز هناخد بعض الحالات التحكيميه ونحللها مع بعض ونشوف النهارده طاقم التحكيم بقياده محمود البنا عملوا ايه في المباراه. هنبدا على طول في اول لقطه في الدقيقه 23 وهدف الاهلي الاول هل في خطا قبل الهدف هل في تسلل على بيرسي تاو هنشوف الهدف من البدايه للنهايه ناكد على هدف الاهلي الاول مفيش خطا من حسين الشحات ولما شاط الكوره كان بيرسي تاو موجود في موقف سليم. وهدف صحيح للنادي الاهلي تم احتسابه والهدف الاول هدف سليم ومراجعه صحيحه من حكم الفي ار نفس الكلام هنتكلم على الهدف الثاني بتاع حسين الشحات للنادي الاهلي برضه هنأكل على الهدف مفيش تسلل والهدف صحيح ومراجعه صحيحه من حكم الفار والمساعد الاول احمد حسام طعم مميز في الهدفين والقرار في الهدفين قرار صحيح مفيش تسلل مفيش خطا وبالتالي هدف الاهلي الاول وهدف الاهلي الثاني هدف اهداف صحيحه مفيش فيها اي اخطاء في الدقيقة 41 مطالبة لاعب الإسماعيلي بركلة جزاء بداعي لمس اليد الحكم احتسب ركلة ركنية هنشوف اللقطة مع بعض هنشوف هي إيه هي جت في الإيد الحكم موجود في مكان ممتاز جت في الإيد اه الإيد اللي هي الشمال للاعب النادي الأهلي اللي موجودة جوه جسمه مش مكبرة الجسم وبالتالي بقى الإيد بقت جزء جزء من الجسم مش مكبرة جسمه ولا يعاقب عليها اللاعب لما تيجي في الإيد وبالتالي استمرار اللعب كان قرار صحيح من حكم من وراه محمد هاني إيد والمنظر ده لا يمكن يحاسب عليها لما الكره تيجي فيها لما يحطها جوه جسمه وبالتالي مش مكبره الجسم وبالتالي ما فيش عام معالش الريسك فاستمرار اللعب كان قرار صحيح والحكم مراجعه صحيحه من حكم الفار وما فيش ركله جزاء في اللقطه دي للنادي الاسماعيلي وقرار تام التحكيم قرار صحيح بنتكلم في الدقيقه 45 والدهس على القدم الدهس على القدم من من لاعب النادي الاهلي كان لازم في اللقطه دي هو خد فاول كان لازم ياخد انذار في اللقطه دي ما خدش انذار في اللقطه دي لكن بنتكلم على لقطه بعد كده نفس اللقطه حصلت لطاهر محمد طاهر خد عليها انذار وكان قرار صحيح من حكم المباراه ولكن اللقطه اللي فاتت كان لازم محمد عبد المنعم ياخد انذار فيها دهس على القدم وما خدش انذار اللقطه دي كان بيطالب بيها لاعب الاهلي بركله جزاء لبيرسي تاو هنشوفها مع بعض ده الانذار مستحق لطاهر محمد طاهر لا دي الاحتكاك اللي حصل ده احتكاك مش كفايه لاحتساب ركله جزاء محمود البنا موجود في مكان ممتاز استمرار اللعبه كان قرار صحيح ما فيش فيها ركله جزاء للنادي الاهلي دي اللعبه اللي اختلف معاها بقى طاقم التحكيم فيها طول المباراه محمود البنا لما فتح زاويه رؤيه كان بعيد شويه لما فتح زاويه رؤيه ما شافش التفاصيل اللي حصلت دي لكن معانا حكم فار شاف التفاصيل فلازم نتكلم على التفاصيل اللي حصلت الايد الممتده ل لاعب النادي الاهلي علي معلول الايد الشمال الايد الممت... اليمين الممتده بكامل بكامل امتدادها بالمنظر ده اللي جرى الجون بين الايد اهي اللقطه دي كان لازم حكم الفار المميز الشناوي عمرو الشناوي يستدعي محمد معروف ويوري له اللقطه دي. اللقطه دي يعني الى حد ما مش 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 شكل لقطه ثانيه بس شبه فيها تشابه من لقطه المصري وفاركو كان يومها بالصدفه البحته كان عمرو الشناوي هو حكم الفار واستدعى فيها حماده الكلاوي وكان تميز من عمرو الشناوي النهاردة كان لازم برضو يستدعي محمود البنا يشوف اللقطة دي محمود البنا ما شافش المنظر ده لأنه كان جاي مسافة بعيدة وعمودي على اللعبة ما كانش يقدر يشوفها وبالتالي بنتكلم على ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب للنادي الإسماعيلي دي جت في الدقيقة 73 والمسؤول عن اللعبة دي كاملة محمود البنا في الملعب ما شافهاش وكان لازم عمرو الشناوي يستدعيه يوريه اللقطة الدفع بامتداد الإيد الإيد المفرودة ده دفع يعاقب عليه العلم علول بنكلم علي معلول وبالتالي بنتكلم على ركله جزاء صحيحه لم تحتسب للنادي الاسماعيلي في اللقطه دي الايد الممتده بالمنظر ده محمود كان جاي عمودي عليها استحاله من مكانه ده يشوف الايد اللي اللي امتدت بالمنظر ده وبالتالي كان لازم حكم الفار يوري له اللقطه اللي ما شافهاش اللقطه اللي ورا الجون الايد الممتده دي هي اللي كان يقدر يقول بيها ركله جزاء كان محمود هيشوفها بالظبط كان هياخد ثلاث ثواني قدام الشاشه وهيرجع كان يحتسب ركله جزاء صحيحه للنادي الاسماعيلي هدف الاسماعيلي اللي تم احرازه مفيش تسلل لحظه لحظه لعب الزميل الشوطه لحظه اللعب دي كان لاعب الاسماعيلي في موقف سليم وبالتالي هدف سليم وهدف صحيح اللي تم احرازه للنادي الاسماعيلي اللقطه اللي جايه دي بنتكلم على انذار مستحق للاعب النادي الاسماعيلي اللي شاطط الكوره في احد صفه الملاعب تدخل صحيح من الحكم الرابع اللي نصح الحكم بالانذار الحكم جاد إنذار للاعب النادي الاسماعيلي اللي طبعا سلوك غير رياضي لما يشوط الكوره في احد صبغه الملاعب طبعا سلوك غير مقبول في ملاعبنا وبالتالي كان انذار مستحق على لاعب نادي الاسماعيلي لان السلوك اللي حصل ده هو سلوك غير رياضي لما يشوط الكوره بالمنظر ده في التأخ... اه لا ممكن ممكن الـ الـ اخر الكره اه بس في ما ينفعش يتقابلوا الكره في احد صفة الملاعب وبالتالي ده سلوك رياضي يقابل يقابل بانذار يقابل يقابله يقابل انذار والانذار كان مستحق من محمود البنا بناء على نصيحه من حكم الرابع المميز في اللقطه دي النهارده مباراه الاهلي والاسماعيلي خرجنا بخطا تحكيمي بس مش مؤثر في نتيجه المباراه كان موجود في المباراه النهارده ركله جزاء صحيحه للإسماعيلي لم تحتسب لكن مجمل التحكيم النهارده تحكيم مرضي من محمود البنا ورفاقه اللي كانوا موجودين معاه في المباراه دي كل حاجه النهارده عندنا في التحكيم شكرا ليكم سلام عليكم